مساء الخير مشاهدينا مشاهدي تلفزيون الحياه، بنرحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم طبيب الحياه. حلقتنا النهارده دسمه فيها فقرات مهمه جدا، بنتكلم عن السمنه وما بعد جراحات السمنه، هنتكلم كمان عن تاخر الانجاب واسبابه، بس كل ده بعد ما نرحب باحمد. عامل ايه؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. مساء الخير عليك يا رنا، مساء الخير على كل مشاهدين. طبعا انت عارفه السمنه وتاخر الانجاب مرتبطين ببعض. لا مش مرتبطين ببعض. الميكس النهارده يعني هو في حاجه صغننه بتربطهم ببعض كده. اللي عندها سمنه وعندها تاخر انجاب تتفرج على الدكتور احمد السبكي، مش اللي عندها تاخر انجاب بس تتفرج على الدكتور اسماعيل ابو الفتوح. فاحنا انت عارفه النهارده الحلقه قويه، يعني هو في حاجه واحده بتربطهم بس خليهم يعرفوها بقى. يعرفوها بقى مع الفقرات. طبعا انت نسيتي تقولي حلقه نهايه الاسبوع. يعني ده اول نقول لهم ايه في حلقه نهايه الاسبوع؟ بس الجو برد. لا ثواني، الجو برد وما فيش حد هيخرج. بصي، مع التوتر والقلق الخروج بقى اليومين دول مع الجو البرد مع الغيامه دي تدي جو شاعري هايل، مش كده؟ كل واحد ياخد مراته يحب فيها شويه، ياخد خطيبته، ياخد اولاده، الامور صدقيني مع الجو ده تبقى يعني تتجدد المشاعر. اي حد هياخد مراته هياخد اولاده هينكد عليهم ويقول لهم الجو برد وخرجتونا وتلجتونا وسقعتونا وقرفتونا. خليكي مع الجواز، خليكي مع الجواز، خلي الناس تنبسط، مش كده؟ ماشي، تعالي بقى نتكلم بقى عشان الناس تنبسط. ازاي تعرف صحه قلبك؟ ازاي تقدر تقيم قلبك عمره قد ايه؟ وخاصة بقى دكتور احمد هيتحيز دلوقتي ويقول لك الرجاله كل قلبهم شباب وهيفضل طول عمره شباب طبعاً. والكلام اللي طبعاً احنا عارفينه. طبعا الرجاله بتعجز متاخر، الستات بتعجز بدري، مش كده؟ الراجل قلبه قوي. طب والله ازاي بقى تعرفي صحه قلبك؟ في بدايه الفقره بس ماشي. ازاي تعرفي صحه قلبك؟ طبعا كان في البدايه في تقييمات كتيره جدا نزلتها كل الجمعيات العالميه المعنيه بامراض القلب وكل المنظمات الدوليه المعنيه بامراض القلب. كنا بنحط ارتفاع ضغط الدم مع يكون في تاريخ مرضي لقريبك من الدرجة الأولى عنده سواء شريان تاجي أو عنده مشكلة صحية، وكنا بنحط نسبة الكوليسترول، وكان نحط ده كله بنعمل له كده ليه سكور معين بنحطه مع بعضه وبنعرف منه إزاي القلب فيه مشكلة. تمام. الحاجة التانية إن كان في فحص إن أنت بتجري على التريدميل أو السير وبعد كده بيقيسوا ضربات القلب، توصل قد ايه ضربات القلب دي بتبين صحه القلب، وترتد قد ايه لطبيعتها، يعني مده عوده ضربات القلب من الرقم العالي للرقم الطبيعي. هنا بنقيس شويه بيسموه احنا الريكفري تايم، امتى القلب هيرجع تاني يهدي نفسه، وكنا بنقيس منها صحه القلب. بس انت لو خدتي بالك ان ده كله وقت طويل قوي. طبعا. يعني انا عشان اقول لعيان روح اعمل كوليسترول وبعدين مش عارف اعمل ايه وبعدين اعمل موجات صوتيه على القلب وروح اعمل تريدميل، ده كله كان بياخد بلا رجعه. طبعا كان بياخد من بالظبط، كان بياخد من لا بتوع القلب يعني بيحبوا دكاترتهم ما تقلقيش. طيب الحمد لله. فتيجي فهم بيدوروا على ازاي تعرف وانت في البيت قلبك عامل ازاي. جميل. فعملوا حاجه اسمها فينجر تيب سنسور، يا دوبك زي لو انت كل واحد حط اللي هو الجهاز البلس اوكسيميتر اللي هو بيتحط على الصابع اللي بيقيس نسبه الاكسجين وضربات القلب، بيتحط على الصابع كده بيقيس زيه بالظبط. تقدر تحط بيقيس ايه؟ بيقيس سرعه الدم في الاورطه. انت عارفه الدم القلب اثناء الانقباض بيضخ الدم بسرعه معينه للاورطه، كل ما كان شريان الاورطه ده مرن، ما هو الشرايين دي يا رنا مرنه يعني مش ناشفه. تمام. اللي تصلب الشرايين هو ان الشريان ينشف. نتيجه ايه بقى؟ نتيجه حاجات كتير بقى، الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والممارسات الخاطئه والاكل الخطأ والسمنه. دخلي بقى وعموما بيبقى فيها جزء كبير من علامات كبر السن ان الشرايين نفسها تنشف شويه. فلما تضخي الدم في القلب في الاورطه كل ما يكون الشريان مرن ليه سرعه معينه. طبعا. طب لو الشريان بقى ناشف جامد فالدم بيجري بسرعه. السرعه دي هتقل. فهم لقوا ان لما يقيسوا سرعه الدم في الاورطه اثناء انقباض القلب يقدر نقيم بيها قوه عضله القلب او نشاط القلب عامل ازاي. بالفينجر تيب، يعني انت تخيلي تحطي كده ده تعرف تعرفي منه صحه قلبك قد ايه. ده موجود على فكره، موجود وبيتباع حاليا بس لسه ما نزلش. وقته قليل طبعا. فورا بمجرد ما تحطيه كده. طيب ايه الميزه؟ ايه اللي هنستفاده من كده؟ انت مش محتاجه بقى انت بتروح للدكتور، ناس كتير جدا ما عندهاش وقت تروح للدكتور راحه جايه وتعمل الفحوصات كل شويه راحه جايه والكلام ده كله. فانت مثلا بتروح لدكتورك فبيقول لك انت قست الفينجر تيب بتاعك او سرعه الدم في الاورطه وبتلاقيه رقم معين، فانت بتمشي على الدواء بتاعك والعلاج بتاعك وتقلل بقى الكوليسترول وتقلل الوزن بتاعك وتمشي على الحاجات الصحيه اللي دكتورك قالها لك، وتحط الفينجر تيب بتلاقيه بتتحسن.
فانت قيمت نفسك بنفسك وانت قاعد في البيت. هنا انا عملت فولو اب في البيت، احنا كنا بنتكلم على اجهزه السكر جميله جدا، كانت عامله اختراع قوي جدا طبعاً. ازاي ان المرضى يتابعوا سكرهم في البيت، كنا بنتكلم على اجهزه الاكسجين ازاي الناس هنا بقى كمان لا ده انت تطرق بقى يجيبوا لك كمان صحه قلبك وصحه الادويه بتاعتك اللي انت بتاخدها وقد ايه حصل تقدم في حالتك، ما حصلش تقدم نبتدي نعدل في الدواء، فقد ايه هم بيحاولوا. طبعا انت عارف ان هنا في مصر اللي عنده القلب واللي ما عندوش هيقعد يشوف الدم للاورطة عامل ازاي. ايوه طبعا ما احنا عايزين كده، ما احنا عايزين كده. انت ممكن تكوني فتره من الفترات مهمله جدا ما بتلعبيش، هم البحث ده اتعمل حتى جزء من التجارب اللي اتعملت على ناس سليمه، على ناس سليمه ما كانتش بتلعب رياضه، يعني مثلا فتره من الفترات انت احيانا يجي لك فتره من الفترات كسل جدا، تبقي كسوله جدا بتكسلي وتاكلي فيزيد الوزن طبعا، فيقيس الفينجر تيب يلاقوا مثلا الرقم مش لطيف فيبتدي لا يمرن نفسه ويتدرب ويلعب يعني رياضه بشكل منتظم تلاقي الرقم اتحسن. لا ما هو هو مش هيبقى بس للمرضى، ده هيبقى للمرضى برضه والاصحاء، يديله الارم كده ان لا خلي بالك انت قلبك بقى في خطر. فطبعا اختراع جميل اختراع جدا، هايل جدا وهايل جدا جدا. طيب قول لنا شيء يعني كمل لنا في حاجه تانية هتقولها. هندخل بقى على انيميا الحديد ودي برضو حاجه انا كنت يعني محتاج ان نتكلم فيها مع الساده المشاهدين يا رنا، لان الناس بتهملها جدا. انت عندك من نص لتلتين العالم مرضى بانيميا الحديد. والحقيقه اصبح حتى بعض كتير من الاطباء مش مدينها اهميه وكتير من الناس مش مدينها اهميه، يقول لك والله عادي. الحديد ناقصه في نوعين، يا اما الحديد ينقص يا اما الانيميا تحصل انيميا. الانيميا دي يعني الهيموجلوبين اللي بيشيل الاكسجين، الحديد مكون رئيسي للهيموجلوبين. هي الانيميا ليها يعني هي فقر الدم ولا هي فقر الدم؟ هي فقر الدم. الهيموجلوبين بيقل، الحديد مكون رئيسي للهيموجلوبين، فما تستهترش طبعا. لو عندك ايرن، لو عندك نقص في الحديد انت عندك نقص في الهيموجلوبين. طب الهيموجلوبين ده ايه؟ الهيموجلوبين ده اللي بيشيل الاكسجين اللي بيودي لكل جزء من اجزاء جسمك الموضوع. طيب تلاقي عنده الانيميا وعنده نقص حديد وبيقول لك انا دايما عندي كسل، عندي دوخه، عندي دوخه، انا كسول، انا مش قادر ادي مهامي بشكل مظبوط. طب وعمالين ندور على علاج وهي عنده انيميا الحديد. صح. انا هنا بندي برضو في جمعيه عالميه مختصه في انجلترا لنقص الحديد، لمرض انيميا نقص الحديد، دي بتطلع نشرات دوريه. على فكره ما تقعدش توشي نفسك ولا توشي دماغك، الحديد ليه مكملات. تمام. تروح لدكتورك وتقول له انا عايز اشوف نسبه الحديد في الدم، وبالذات الاطفال، الاطفال محتاجين الحديد، دي مرحله نمو. انت لما بتقلل الحديد المخ ما بيشتغلش كويس، القلب ما بيشتغلش كويس، العضلات ما بتشتغلش كويس، فاحنا محتاجين في ضعف عام في الجسم كله. بالظبط، لان ده بقول لك زي ما بقول لك الاكسجين اللي بيروح للجسم كله، فاحنا عاوزين ندي الارم كده وندي تحذير، اهتموا بانيميا او نقص الحديد في الجسم، شيكوا على اطفالكم وشيكوا على نفسكم كبار وصغار على نفس الفكره. والله الحاجات الطبيعيه اللي كلنا بنكرهها وانا عارفه، السبانخ، البذنجان، التفاح، لا التفاح يعني بنحبه شويه، ممتاز. لا والبذنجان هي حاجات طبيعيه كلها، بس المشكله الاطفال بتكره السبانخ مثلا، البذنجان. انت تقدري تخلي طفلك يحب الحاجه دي ان انت بتشجعيه بطرق مختلفه، بطرق مختلفه كتير جدا، ان انت الخضروات مثلا الحاجات الخضراء دي كلها، انك تنوعي للطفل في السلطه والالوان وتعملي له حاجات، والصوصات دلوقتي بقى طعمها جميل بيخلي الاطفال ياكلوا كل حاجه. طيب ايه رايك في يوم نتكلم عن كل الاكل اللي فيه الحديد وتجهزوه لنا كده؟ ايه رايك فيهم تعملي لنا انت الاكل بقى هنا كده ونجيبه وناكل مع بعض؟ طيب نفكر كل مشاهدينا بالفقرات اللي معانا النهارده. اول فقره تكون مع استاذ دكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنه والسكر بجامعه عين شمس، هنتكلم فيها عن جراحات السمنه والسكر وكمان ما بعد جراحات السمنه. الفقره دي هتكون مع الزميله انجي. اما الفقره الثانيه فهتكون مع الدكتور اسماعيل ابو الفتوح، استاذ امراض النساء والتوليد والعقم بطب القصر العيني، وهنتكلم فقره مهمه جدا عن تأخر الإنجاب وأحدث الطرق العلاجية. انتظرونا بعد الفاصل وفقرات مميزة. مشاهدينا، مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، أهلا بكم فقرة جديدة من طبيب الحياة.
اتكلمنا في حلقات سابقة كتير وكررنا كتير عن نجاح والنتائج المذهلة لحقيقتها جراحات السمنة والسكر زي تكميم المعدة وتحويل المسار وبالون المعدة وتدبيس المعدة، وجبنا هنا في الاستوديو أمثلة وزي ما احنا بنقول الناس بجد هما اللي بيحكونا عن قصصهم ومشاكلهم من السمنة وزي بعد ما عملوا جراحات السمنة المختلفة وصلوا للوزن المثالي وتغيرت حياتهم بشكل أفضل وأحسن. النهاردة هنخصص شوية الأسئلة اللي بتدور في أذهان حضراتكم ما بعد جراحات السمنة المفرطة اللي احنا قلنا عليها، اللي بيحصل يعني اللي بيحصل بعد ما بنفقد الوزن بعد ما بنخرج من أوضة العمليات، النظام الغذائي اللي المفروض نمشي عليه، هل بيحصل بعد انقاص الوزن بكميات كبيرة أو كميات قليلة بيحصل مثلا ترهلات فبنحتاج نرجع نشد الترهلات دي أو بنكرر عملية تانية أو بنعمل عملية مختلفة خالص عن العملية الدكتور أو اللي احنا اخترناها. كل الأسئلة اللي بتدور في أذهان حضراتكم النهاردة هيجاوب لنا عليها الجراح الكبير والاسم ورائد من رواد جراحات السمنة والسكر اللي دايما بناخد منه المعلومات الموثوقة، يعني ما بنحتاجش ندخل على النت أو نسأل دكتور تاني أو نتابع طبيب آخر، لأن فعلا المعلومات بتكون صحيحة جدا. وشفنا الكثير من المشاهير والنجوم وشخصيات العامة بتروح للطبيب اللي منورنا النهاردة لثقتهم فيه، ولازم يكون الطبيب عنده خبره وعنده مهاره ويكون فنان. النهارده معانا الفنان استاذ دكتور احمد الصبكي استاذ جراحات السمنه والسكر بجامعه عين شمس وايضا رئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر وعضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. وازيك يا دكتور؟ ازيك يا وحشتنا يا دكتور. ربنا يخليك. هي اول حد وصفني بكلمه فنان دي. ايوه طبعا، امال ايه، ما هو الدكتور لازم يكون فنان، وخصوصا انت بترسم الجسم، يعني بصراحه مش بتعمل عمليه وخلاص يا دكتور، وانت بتهتم جدا بالمريض ما بعد العمليه وده المهم. يعني خلاص انا عملت العمليه وانت نزلت لك في وزنك فانا مش مسؤول عنك، لا انت بتتابع وده المهم يا دكتور. زي ما انا قلت دكتور، عايزين نطمن كل المشاهدين اللي بيقدموا او اللي نفسهم يعملوا جراحه من جراحات السمنه اللي انا قلتها في الانترو وخايفين ما بعد اجراء العمليه، ايه اللي بيحصل؟ يعني حضرتك اديهم كده نبذه مختصره عن ما بعد اجراء الجراحه. والحقيقه ما بعد العمليه هو ده اهم حاجه، لان المريض في الاخر ما يعرفش العمليه دي عباره عن ايه، بنشرح له بس هو في الاخر المعلومات الفنيه ما تشغلوش قوي. حتى لو هو مثلا هيعمل عمليه هيقعد يومين في المستشفى كل ده ما يفرقش معاه، لكن يهمه حياته ما بعد العملية، ايه التغيرات اللي هتطرأ عليها، هيقدر ياكل كويس ولا هيتحرم من الاكل، هيبقى عنده شهية وله رغبة للاكل بس العملية منعاه بالعافية، ولا هو اصلا هيبقى الشهية بتاعته قليلة وهيتغير ما قبل العملية عن ما بعد العملية، هيقدر يمارس حياته الاجتماعية حياته الوظيفية هتأثر عليه إيجابيا ويبقى اللايف ستايل والصحة والشكل العام احسن، ولا هو خس بس الحاجات دي كلها تضررت، يعني هيبقى منظر بس بالزبط. ومن جوه في مشاكل ولا لا بس في البدايه دكتور قبل ما نروح للنظام الغذائي وشكله وكل حاجه، هو بيقعد قد ايه في المستشفى والمفروض فتره الراحه بتاعته بتكون قد ايه؟ هو الحقيقه سواء بنتكلم عن التحويل المصغر للمعده التكميم، المريض بيحتاج يقعد يومين في المستشفى وبيحتاج يقعد يومين راحه في البيت بعدها. اللي جاي من سفر ما عندوش مشكله خالص ان هو ممكن يجي من المطار على المستشفى ويسافر مباشرة، مفيش مشكلة في السفر، لكن بنقول له لما تسافر خد يومين برضه راحة نقاهة، لأن أول كام يوم بيبقى المريض طاقته بنقول 70% من مجهوده الأصلي. يعني لو عايز يشتغل يشتغل بس يشتغل بنص أو 70% من مجهوده الطبيعي، عشان بيبقى لسه أول كام يوم بيبقى عصاير زي ما هنشرح في النظام الغذائي. زي أي زي أي عملية. طب النظام الغذائي بقى. النظام الغذائي بتاع المريض بنديهوله لمده شهر فقط. والنظام الغذائي ما هوش نظام غذائي هدف منه التخسيس، هو هدف منه تعويض المعده والامعاء على الوضع الجديد اللي احنا عملناه. فبندي المريض اول اسبوع مثلا عصاير غير حمضيه، وتكون عصاير شفافه ما يكونش فيها قطع، ما يبقاش فيها فروتس او فواكه. ممكن نعناع، ممكن ينسون، يشرب مية، أي حاجة سائلة وخفيفة مفيش مشكلة منها. ده أول أسبوع؟ ده أول أسبوع. أوكي. في مرضى يقولك وأنا هقعد أسبوع عصاير، هو مش متخيل العملية بتخلي شهيته عن الأكل قليلة قد إيه، فهو بيبقى إحنا بنديله عصاير وهو ياخد، نقول له اشرب براحتك وأي كمية، هو بيشرب 3-4 علب في اليوم أو عصاير فريش لتر مثلا في اليوم، ويقولك أنا فعلا ما عنديش رغبة أكتر من كده. تاني اسبوع بنبتدي نخش على
الشوربه، الفواكه المتقطعه حتت صغيره، الجبن، الزبادي، البطاطس البوريه، يعني الحاجات الخفيفه سهله الهضم. اه بتحاول تعود المعده واحده واحده، سهله البلع بالظبط. ثالث ورابع اسبوع نبتدي نخش بقى خضار مطبوخ عادي، عيش قطع صغيره، يبتدي يخش على الفراخ حتت صغيره ويحطها في الشوربه، ما ياكلهاش كده ورك فرخه او حاجه زي كده، لا يبقى قطع صغيره. بعد شهر بنقول له انت بتاكل عادي زي اي فرد في البيت، بس بتلاقي شهيتك قليله جدا وبتاكل كميات بسيطه وتشبع. طيب كل الاكل مسموح، بالتدرج بنبقى كاتبينه له، وبنقول له مثلا الرز واللحمه تاني شهر برضه بيبقى لسه تقال شويه، خليهم لتالت شهر. ده كل ده حضرتك ما بتسيبوش؟ لا ده كلام مشروح في ورق، هو بيبدو هو بيبقى انا بشرحه له، بس هو معاه ليست بالتفاصيل دي كلها عشان لو نسي يرجع للورقه يلاقيها، ولو في اي استفسار بيسالنا على الواتساب بنرد عليه. طيب دكتور احمد، مين بقى المريض لما بيفقد الوزن سواء وزن كتير او قليل بيحصل له ترهلات، بتتعامل مع المريض ده ازاي؟ هي دي نقطه مهمه، اللي هي تاثيرات فقدان الوزن على الجسم، سواء في الوجه، سواء في الجسم كله، سواء في الجلد، سواء في النضاره بتاعه الجلد والبشره والهالات وكلام من دي. الحقيقه هي في درجات معينه ومراحل معينه للمريض. مثلا الشاب او الشابه اللي لسه ما اتجوزتش ووزنها متوسط، نسبه ان يحصل ترهل اقل بكتير من الكبير في السن اللي وزنه عالي. يعني لما تبقى واحده 110 كيلو او 100 كيلو نقول لها فرصتك انك تعملي العمليه قبل ما تبقي 160 و170، لان هو خلاص طالما في سمنه مفرطه المريض هيوصل للقمه لو ساب نفسه. لكن بنقول للمريض ابدا بدري عشان تتلافى حدوث النقطه اللي حضرتك بتقوليها، يبقى في حاجه اسمها بروفيلاكسز او كيف نتجنب حصول ترهلات بالنقطه دي. طيب لا المريض وصل ل 150 160، لا ديفينتلي لازم هيحصل نسبه من الترهلات. النسبه دي بتتوقف على المريض هيقدر بعد ما يبتدي يخس يقدر يتحرك ويمارس رياضه ولا هيبقى صعب عليه. لان الاول يقول لك المريض انا ما بقدرش اتحرك، ده انا عندي خشونه. لا ما هو بعد اول 10 20 كيلو المريض حركته بتتحسن ولياقته البدنيه بتتحسن فيقدر يتحرك. اتحرك وبذل مجهود نسبه الترهل بتقل جدا. في ناس بتبقى ساتيسفايد ويقول انا كده كويس، وفي ناس لا يقول لك انا فرصتي في حياتي ان انا ارجع زي ما كنت اتمنى، انا خسيت عايز اعمل شد جلد. في درجه ينفع معها الفيزر وفي درجه نقول لا ده لازم الجراحه. فكل حاجه مع الحاجه بتاعتها تختلف حسب وزنه وحسب شكل الجسم نفسه نزل قد ايه او شكل الترهل. بالظبط. الوجه له حاجات كتير، ده مهم قوي بقى الوجه. مفيش شك. يعني في ناس بتخس يا دكتور وتقول انا خايفه اخس عشان وشي بيبقى باهت، وشي بيعجز، وشي بيكرمش. بالظبط. فبتقول لك لا انا خليني كده واحتفظ بجمال وشي المدور الحلو قوي، انا مش عايزه اخس لاني بخس كمان من وشي. فتقول لهم ايه او بتتعاملوا ازاي برده مع الحالات دي؟ هي طبعا لازم المريض يبقى فاهم ان فقدان الوزن في السمنه مش بس الهدف منه الشكل الجمالي، لازم ينظر لنظره الصحه والحياه بعد كده، لان هو دلوقتي مثلا لسه مثلا ما فيش سكر او سكر بسيط، مش عارف هو يعني ايه سكر لما بعد 10 15 سنه ويلاقي شبكيه ويلاقي كلى ويلاقي قرح في رجليه وعايز يعمل بتر وعينيه فيها ارتشاح وعايز يعمل عمليه، يلاقي حياته كلها اتدمرت. فاحنا بنتكلم ان مريض السمنه المتوسطه والسمنه المفرطه لا حل، ما لوش حل، لازم يعمل الجراحات. طيب ازاي نحل له بقى مشكله ان هو لا انا مش عايز اخس قوي من وشي، عايز اخس يبقى وزني 70 كيلو بس او 60 كيلو بس مش عايز وشي يتقصر. بنبتدي نعمل بقى الحاجات التجميليه البسيطه السهله اللي احنا بنعملها عشان نعوض الكلام ده. ممكن المريض قبل ما يخس خالص ناخد له دهون ونحقنها في الوش، نملى الوش نداري. طب بتاخدوا له دهون ايه من جسمه يعني؟ دهون من جسمه. طبعا. بناخد الكم اللي احنا عايزينه، نحقن مثلا الخطوط النيزوليبيا اللي حوالين الانف، اللي تحت العين، الشيكس نفسها، الخدود نفسها نقدر ننفخها، يبقى المريض فيلر مثلا بتملوا الاماكن اللي هي الفاضيه دي فيلر. دي احد الطرق اللي هي الدهون. الطرق الثانيه الفيلرز، نقدر ناخد الحاجات الصناعيه لو احنا مش عايزين ناخد من دهون المريض زي الفيلرز
وبنعمل له اي خطوط تظهر في الوزن في الوجه نقدر نملاها ونرسمها بقى بالشكل اللي هو عايزه. وخدي بال حضرتك احيانا المريض يبقى وشه مليان بس ملوش ملامح، يعني ملوش ملامح، مفيش الرسمه اللي هو يتبناها، وش مليان وخلاص. طب معانا فيديو عن الفيلر تشرحنا عليه دكتور احمد؟ يلا نشوف. دي احد الـ بنسميها النتوءات اللي موجوده او الفيورز اللي موجوده في الوجه، وهي النيزل نيبيال فولز اللي هي حوالين الانف، ودي من اشهر الحاجات. صح. المريض اول ما يخس يلاقي خطين نازلين من حوالين الانف لغايه الفم. بندخل بالفيلرز بنحقن، بتلاقي شايفه الجلد رد على طول، والسبيس او الفراغ اللي تحت الجلد اتملى بالهيالورونيك اسيد اللي هو يعني بيدي شكل وطبيعي جدا ونضاره، ويخلي الجلد يتفرد، ولو في لون غامق يفتح وياخد الشكل اللي احنا عايزينه، وخلاص ملى من تحت، تشوف الجلد خلاص اختفى تماما. العلامه اللي تحت، لان دي العلامه دي ما بتتداش حتى بالميك اب لا يعني طبعا ده بيبقى حفره في الجلد. الكلام ده نقدر نعمله هنا، نقدر نعمله حوالين الشفايف وفي الجبهه اللي هي 111 برضه. لا ال 111 دي بنعملها الباتوكس او العلامات او التجاعيد اللي في الفور هيد او الجبين واللي حوالين العين، بنعمل لها الباتوكس. لان الباتوكس بيخلي العضله ال 111 والتجاعيد اللي في الفور هيد بتيجي من العضله. ممكن نعرض الفيديو معانا كمان والصور. اول صوره نتكلم بس عن الفيلر. ده النيزو ليبيال فولدز او الشكل، الصور شايفه قبل وبعد، بعد ما خست فرقت، سواء بقى المريض كان خس بعمليه، خس بدايت عادي. علامات السن شايفه الفيلرز بتعمل ايه؟ بترجعه وقللت سنه 10 20 سنه ورا. ليه؟ خلاص اصبح في نضاره، نقدر نكبر الشفايف، نقدر نعمل التجاعيد. شايفه النيزو ليبيال او اللي هي اللي حوالين الانف قبل وبعد، الفرق كبير كبير جدا. طبعا احنا بنراعي ان الموضوع يبان برضه طبيعي. صح. لكن احنا نقدر نخلي الموضوع اكتر من كده. للشخصيات اللي هي بقى عايزه في كاميرا، في لوك معين عايزاه، بيبقى الشكل مختلف برضه لو احنا عايزين. هنا زي شايفه حضرتك اتنقلت من واحده عندها 50 سنه لواحد عندها 30 سنه، فرق كبير يعني. بالظبط. وده كله بيتعمل في الكلينكس، في العيادات، من غير بنج ومن غير اي حاجه، في جلسه واحده. هي سرنجات جاهزه التحضير، في 10 دقائق بنحقن المريض، بيطلع داخل بشكل وسن، بيخرج بشكل وسن مختلف خالص. طب البوتوكس بقى، كنت بتقول لنا البوتوكس وفوائده في برضه شد الترهلات بتاعت الجلد. البوتوكس نتائجه سحريه جدا، بتلاقي المريض داخل عنده الجبين، عنده حوالين العين دايما شكله حزين، شكل سيء جدا. يعني دايما 111 سن أكبر. مش بتاعه خالص. اول ما بنحقن له البوتوكس، تالت او رابع يوم بعد البوتوكس بيلاقي الجبين فرد خالص، رجع شباب. اللي حوالين العين التجاعيد اختفت تماما. ده الفيديو ده دكتور عن البوتوكس. بالظبط. ده بيبين بس تاثير البوتوكس. زي ما حضرتك شايفه ال 111 بعد الحقن هتختفي تماما، والتجاعيد يمكن دي مثلا صغيره في السن لكن عندها العلامه دي طبيعيه فيها حتى من غير فقدان وزن. دي بتروح خالص بعد الحقن. وتشوفي بقى نماذج الناس اللي هم سواء الكبار في السن الايدجنج او النماذج اللي هو فقد وزن كتير وظهرت عليه العلامات دي، شكل البشره وشكل السن بيختلف تماما. بص حضرتك بتدي شكل مختلف تماما، حتى لما بنعمل بوتوكس وفيلرز الناس هم بيبقوا مستغربين نفسهم، يقول يعني ازاي انا كنت ساكت على نفسي وانا بالشكل ده، وانا اقدر اخد اللوك ده والشكل ده. حاجه بسيطه يعني، وده اللي بيفرق الحقيقه، سواء من الستات او الرجاله، مين اللي دايما بيدور على انه يستخدم العلم والتكنولوجيا الجديده، بالذات في الحاجات البسيطه، ويحقق الشكل اللي هو بيشوفه في النجوم، ويقول هي ليه مش باين عليها سن، ما بتكبرش، هي ليه ما بتكبرش. مش لازم عمليات تجميل زي الصوره دي. بص حضرتك فرقت، شايفه السن اختلف ازاي؟ يعني والخطوط اللي حوالين العين، تخيلي دي اول ما تشوفي عينيها تديها سن قد ايه، ولما تشوفيها بعد جلسه صغيره من البوتوكس تديها سن قد ايه. تفرق على الاقل 20 سنه على طول، اللوك بيختلف. وبحاجه بسيطه قوي دي برضو الجبهه. بصي حضرتك، بصي تاثير العلامات فوق، كبر السن غير الشكل، بصي تحت بيخلي حتى العين شكلها مختلف.
يخلي اللوك والنظره والسمايل تبان اصغر شكلها مختلف. طيب في حاجات بسيطه زي ما حضرتك قلت البوتوكس يعني ما بياخدش وقت وما بياخدش مجهود ولا بيحس اي حاجه يعني ما بتحسش باي تعب ولا اي حاجه. طيب دكتور في مرضى كتير بيبقى عندهم اضطرابات في الهرمونات وده بيسبب زياده في نمو الشعر وانا عارفه ان حضرتك فتحت مجموعه سنتر كتير في اماكن مختلفه بتتخصص في الليزر وانا حاجزه اول واحده ليه دعوه بالمشاهير والكلام ده قلت انا مشهوره احنا مشهورين برضو على فكره يعني. طيب بتتعاملوا ازاي مع الموضوع ده؟ بتقعد مثلا جلسه كده بتتكلم كانك طبيب نفساني بتعالجهم الاول في نفسيتهم الاول ولا بتشوف اضطرابات الهرمونات دي ايه سببها يعني بتعمل ايه؟ هو الحقيقه طبعا احنا لو في سبب مرضي هو اللي مسبب وجود شعر لازم طبعا ده بيتشخص وبيتعمل شويه فحوصات وبنقدر نوصل للسبب سواء الحاجات زي تكيس المبايض سواء صفه وراثيه سواء اضطراب معين في هرمونات الانوثه او الذكوره بتعرف السبب يعني لازم طبعا بيتشخص الكلام ده لكن نسبه كبيره من الناس ان الموضوع عندها ما هواش اضطراب في هرمونات معينه قد ما هو طبيعه جسم صفه وراثيه واحنا الشعب المصري والعربي عنده صفه وجود شعر في جسمه كتيره فاحنا الحقيقه لما لاحظنا النقطه دي وبنحضر مؤتمرات كتير فشفنا احدث الاجهزه في العالم جهاز اسمه الكسندرايد سي او 2 اللي هو الامريكي الحديث اسمه كانديلا برو وده طفره في العالم كله ولقينا الناس بتسافر بره في العالم عشان خاطر يروحوا له ويعملوه فالحقيقه احنا جبناه لهم لازم زي ما بنجيب العلم من بره لازم نجيب التكنولوجي من بره يعني عندك دكتور في المركز احنا اوريدي خلاص بدانا في فرع اسكندريه موجود وشغالين بيه الحقيقه عايزين في القاهره والقاهره ان شاء الله في خلال شهر باذن الله هيكون موجود في مصر الجديده والسنتر الجديد في قريبين حلوين قريبين من المعادي نظبط مع بعض يا دكتور هيكون موجود خلال شهر ان شاء الله لكن اسكندريه اوريدي خلاص والجهاز الحقيقه ده احدث جهاز الشعر بيختفي تماما مباشره طب نشوفه معنا فيديو لازاله الشعر هنشوف الجهاز ولا هنشوف التقنيه نفسها هو الحقيقه إزالة الشعر بالليزر حاجة مشهورة من زمان بس هو اللي بيميز جهاز عن آخر هو النتيجة الفورية الغير قابلة للعودة الآمنة اللي ممكن تتعمل في الجسم كله وبالذات في المناطق الحساسة اللي بعض الناس بتخاف منها حروق أو أي حاجة ولا أي حاجة كأن المريض خلاص يعني حضرتك بيدخل كأنه هو الجلسه من مره واحده تماماً. زي ما احنا شايفين كده ممكن الجسم كله يتعمل على جلسات وبنبدا مع المريض بالحاجات اللي مضايقاه اكتر المناطق اللي مضايقاه اكتر نبدا بيها وبناخد سيشنز ممكن في جلستين ثلاثه المريض يتخلص لو شعره مش غزير قوي من جسمه كله كل الشعر اللي في جسمه كله تماما بلا عوده وعكس اجهزه ليزر قديمه كان ممكن المريض ياخد وقت على ما الشعر يقع لانه بيأثر على البصيله ويسيب الشعر يقع لوحده لا المريض بيدخل الجلسه يخرج تماما مفيش اثر حلو للشعر احنا شايفين شعر موجود في اماكن طبعا غير موجود فيها كل الاماكن اللي في الجسم ده قبل وبعد تحت القابض بالظبط دكتور احنا شايفين الشعر مش كثيف لا طب لو في كثافه اكتر برضه بيشيلها لي لا طبعا حتى لو كثيف ده احنا بس بنخلي المريض عشان يبقى سهل الرؤيه وسهل الميكانيزم يعمل شيفنج للمنطقه اللي تحت الابط الحته اللي فيها شعر غزير بنخليه يعمل لها شيفنج بس حلقه مؤقته قبل الجلسه عشان خاطر نقدر نشوف منبت الشعر والتاثير يبقى قوي ونهائي لكن المناطق دي بتبقى غزيره جدا اي منطقه في الجسم بيتم ازاله الشعر تماما منها وامنه يا دكتور وامنه جدا ما فيهاش اي خطوره ولا بص حضرتك دايما بندور على الامان قبل الكفاءه لان هو ما ينفعش تجيبي حاجه نتيجتها فعاله جدا بس لا قدر الله حصل مش عارف حرق حصل اثار معينه نتوءات في الجلد يبقى المريض حل مشكله وطلع له مشكله اخرى دكتور احمد احنا بنشكرك على المعلومات بجد وعلى التقنيات والاجهزه اللي بتجيبها وبتخلينا يعني زي الدول الاجنبيه او الاوروبيه بشكرك جدا الله. واحنا حاجزين عند حضرتك على طول بشكرك دكتور احمد كنت منورني دكتور احمد السبكي استاذ جراحات السمنه والتجميل بجامعه عين شمس وايضا رئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر وعضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر استنونا ان شاء الله فقرات جديده قادمه من طبيب الحياه لو فاتتكم الفقرات بتاعتنا النهارده شوفوها عن طريق البث المباشر عن
طريق الصفحه بتاعتنا صفحه طبيب الحياه على الفيسبوك كل يوم الساعه 8 مساء. كنت معكم انجال، الى اللقاء. مساء الخير مشاهدينا، مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان، اهلا بيكم في اولى فقرات طبيب الحياه. النهارده موضوع مهم زي ما قلت لكم قبل الفاصل، بيهم كل زوج وزوجه، وقبل حتى ما تكون زوجه او قبل ما يكون زوج بيهم كل البنات والاولاد، وهي نعمه الانجاب ربنا بيرزقنا بيها في الدنيا واحنا صغيرين كده. حتى الالعاب بتاعتنا كبنات العرايس، يعني اي ام واي اب بيحلموا ان هم ربنا يرزقهم بطفل، وساعات بيعدي شهر ورا شهر من الجواز وسنه ورا سنه وما بيحصلش حمل طبيعي، فبيلجأوا الى انواع كتير من البدائل. النهارده هنتكلم عن وسائل الاخصاب المساعد يا احمد، وهي كتيره قوي، وهنشوف بتناسب مين وكمان اجراءها هيكون ازاي وايه افضل الطرق لكل سيده ولكل زوج. حلم الامومه حلم كبير، بمجرد ما بيبدا يتاخر شويه الانجاب بيبتدوا يتوجهوا للطبيب. كتير جدا من البنات والسيدات بيفاجئوا ان الامور طبيعيه وما فيش اي مشكله. هنعرف النهارده ايه وسائل الاخصاب المساعد، سواء كان في مشكله طبيه او ما فيش مشكله طبيه، مع القامه العلميه الكبيره والاستاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه طب القصر العيني، استشاري العقم واطفال الانابيب، زميل الكليه الملكيه لامراض النساء والتوليد بانجلترا. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، منورنا في الاستوديو. دي مش اول مره في طبيب الحياه، بس اول مره في الاستوديو، لان طبعا انا عملت اللقاء في نقول المنتجع، مش هقول عليها مستشفى، مستشفى بدايه طبعا. وما شاء الله بجد، اكيد شفتوا في التقارير لما جبنا المستشفى من بره ومن جوه، فعلا منتجع. انا مش بجامل يعني، هم اكيد الناس شافوا وعرفوا ان انا ما بجاملش يعني. فما شاء الله يعني، نمسك الخشب كده عشان القر بس شويه. عامل ايه يا دكتور، وحشتنا. الموضوع فعلا يعني مش هنقول مش سهل يعني، اللي جربه اللي عايش فيه ممكن حد يقول ايه يعني، يعني ايه يعني كام شهر يعدي من الجواز وما يحصلش خلفه. ففي البدايه دكتور عايزين نتكلم، ايه هي وسائل الاخصاب المساعد، وهل هي بتختلف عن الوسائل الطبيعيه مثلا ولا لا؟ احنا دايما بنقول وسائل الاخصاب المساعد زي ما انت بتقولي، كام شهر دولت مش قلق قوي يعني كام شهر من الجواز ده مش قلق قوي. نبدا نقلق لما يكون حصل اكتر من سنه عدت والزوجين موجودين مع بعض وما حصلش انجاب، ده نقول عليها تاخر في الحمل، وده تعريف تاخر الحمل. بعد كده لو ده حصل ان تاخر الحمل لمده سنه، بنبدا ندور على الاسباب اللي ادت الى تاخر الحمل. سواء بنقول دايما بتبقى 40% عند الزوج و40% عند الزوجه و20% تاخر في الانجاب او تاخر في الحمل غير مفسر السبب. ونبدا ندور عليهم. ندور الاول بالنسبه للزوج، نعمل له تحليل سائل منوي، نعرف اذا كان في مشكله عنده ولا لا. بنعمل للزوجه داخل المستشفى، لان حضرتك عندك وحده كله ما هو المريضه بقى لما بتيجي بتعمل كل الحاجات دي داخل المستشفى، بتعمل تحليل للزوج. بنشوف بقى تحاليلها، هي محتاجه اشعه بالصبغه، محتاجه تعمل تحاليل هرمونات، نشوف اذا كان مشكله عندها في الاباضه ولا لا. بنبدا نشوف كل حاجه، كل حاجه موجوده، هل هي محتاجه علاج، هل العلاج بطريقه تقليديه ولا بنحتاج للاخصاب المساعد. يعني دايما بنقول الاخصاب المساعد دوت هي الطريقه الاخيره بعد ما الوسائل الطبيعيه مش بتفشل. بيختلف عن الاخصاب الطبيعي يا دكتور؟ الاخصاب المساعد هو بنحاول نماثل الحقيقه. يعني ايه؟ يعني انت عندك الاخصاب عباره عن ان البويضه بتخرج من المبيض، بتخش داخل قناه فالوب. داخل قناة فالوب لما بتخش البويضة بتلتقي بالحيوان المنوي، لو حصل علاقة زوجية وقت التبويض يعني، الحيوان المنوي لما بيلتقي بالبويضة بيتكون جنين، الجنين بيمشي داخل قناة فالوب لحد ما يتزرع في بطانة الرحم، ده الإخصاب الطبيعي. ده الإخصاب الطبيعي. بيحصل بعد كده تأخر في الدورة، وبيحصل بعد كده إن نعرف إن حامل لما بنعمل اختبار الحمل. الإخصاب المساعد اللي هو أطفال الأنابيب أو الحقن المجاري. دي صورة الإخصاب الطبيعي اللي إحنا بنقول عليها، زي ما إحنا شايفين الناحية الشمال، ديت البويضة لما بتخرج من المبيض وبيلتقي بيها الحيوان المنوي يتكون الجنين. الجنين بينقسم الى خلايا لحد ما يوصل لليوم الرابع اللي هو 16 خليه، بعد كده يوصل لحاجه اسمها البلاستوسيست لحد ما نخش على الناحيه اليمين اللي هي بيلتصق الجنين في بطانه الرحم، ودي الحاجه الطبيعيه. احنا بنحاول في اطفال الانابيب او في الحقن المجاري او في الاخصاب المساعد ان احنا نماثل الطبيعه. يعني لو احنا مثلا عندنا مشكله في قناه فالوب اللي احنا شايفينها ديت، انتوا شايفين المسار اللي موجود دوت عشان في قناه فالوب، عشان خاطر تقدر البويضه المخصبه توصل للرحم، لابد ان قناه فالوب دي تكون مفتوحه.
بفرض ان قناه فالوب ديت مقفوله، ايه اللي هيحصل؟ احنا محتاجين الاخصاب دوت يكون خارجي، نعمل الاخصاب اللي هو التقاء الحيوان المنوي بالبويضه خارج الجسم، ونرجع بقى البويضه المخصبه بدل ما بتخش عن طريق قناه فالوب نرجعها عن طريق عنق الرحم في مسار يعني نعديها بالمرحله اللي هي وقفت فيها بالظبط كده، ونعدي المرحله دي. شكرا. اسمه اخصاب مساعد. اخصاب مساعد ان احنا بنعمل، او اخصاب خارجي، يعني هي الترجمه الحرفيه هو الاخصاب الخارجي. اسيست برودكتيف تكنولوجي ديت اللي هي ار تي، اخصاب مساعد، او ان فيترو فيرتلايزيشن اللي هو الاخصاب الخارجي، اخصاب البويضه بالحيوان المنوي خارج الجسم، سواء اطفال انابيب او سواء حقن مجهري. طيب سن الزوجة يا دكتور بيفرق في الإخصاب ولا لا؟ احنا كده كده خارج الجسم ودي حاجة مساعدة، فما تفرقش قوي سن الزوجة. لا، سن الزوجة بيفرق جامد قوي في ايه؟ ان نوعية البويضات نفسها بتختلف مع تقدم العمر، يعني نسبة حتى حدوث الحمل بتتناسب طرديا مع سن الزوجة. عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ دايما اول ما الكابل يعرفوا ان في مشكله عندهم لازم ان هم يلجأوا على طول للطبيب علشان خاطر ما يتاخروش. او حتى لو ما فيش مشكله دكتور، او حتى لو في تاخر، مجرد لو في تأخر برضه يبدا يتحرك. يعني في مشكله، قصدي تاخر في الحمل، لو اتاخر مثلا اكتر من سنه لازم يلجأوا على طول للطبيب، وبالذات لو كان في تاخر في سن الزواج. يعني لو كانت الزوجه متجوزه مثلا بعد سن ال 35 او حاجه، بنسرع دايما بالاجراءات لان هي نسب الحمل بتتناسب طرديا مع السن. كل ما السن صغير كل ما نسبه الحمل بتزيد، خصوصا الزوجه طبعا، وخصوصا الزوجه. الزوج ما بتفرقش قوي يعني، فاهمه ازاي؟ هي الزوجه هي اللي بتفرق شويه، لكن لازم من بدري يعني، لازم مشكلة من بدري ان احنا نتجه ليه، لان في حاجات كتيره جدا. احنا مثلا ممكن زي مثلا زوج عنده مشكله في الحيوانات المنويه، عنده مثلا سدد في القناه اللي بتعدي الحيوانات المنويه، فبالتالي بنعمل عينه من الخصي على طول. لو احنا عملنا القصه ديت وعرفنا على طول ان المشكله دي موجوده من اول الزواج، حتى من اول شهر، من اول شهر، من ثاني شهر، هنعمل حمل مجهري على طول، مفيش داعي للانتظار اللي هي السنه. اوكي. زي ان احنا اكتشفنا ان الزوجه عندها انسداد في قنوات فالوب من ناحيتين ولا يمكن انها تسلكها عن طريق المنظار الجراحي، يبقى هنخش برضه في اطفال الانابيب او الحقن المجهري. زي ان التاخر يعني كل حاجه عندهم سليمه الناحيتين، وتاخر الحمل، تاخر في الحمل غير مفصل، اختيار الوسيله على حسب المشكله بالزبط. او الحاجه اللي احنا بنشوفها. زي ان هم عندهم مثلا بطانه الرحم المهاجره، بطانه الرحم المهاجره، زي انها اندومتريوزز وقفلت قنوات فالوب، او عملت تشوكلت سيست، فبالتالي كل الحاجات دي الطبيب بيقدر ان هو يعرفها، ويقدر ان هو يقول لهم يتجهوا انهي اتجاه علشان خاطر يحصل حمل. يعني في مراكز كتير جدا يا دكتور، وبتختلف النتائج من مركز للتاني. هل اعتماد النتائج بيعتمد على مهارة الطبيب، ولا كمان على ان يكون متوفر في المركز احدث التقنيات والتكنولوجيا؟ هي طبعا احنا بنقول ديت منظومة متكاملة. يعني ايه؟ احنا بنقول دايما كل دايما حتى لما بنيجي نقول للناس، بنقول كل خطوة احنا بنعملها زيادة كل ما بتزود نسب النجاح شوية. خلي بالك ان اول طفلة اتولدت لويس براون سنة 78 اتولدت من بويضة واحدة تلقحت بحيوان منوي واحد او باطفال الانابيب وحملت وحصل حمل. الكلام دوت سنة 78 دي صورتها، دي صورتها بالظبط كده، دوت صورتها. يعني مش من عدد كبير من الحيوانات. 25 جولاي 78 ده كانت اول طفلة اطفال انابيب. ديت كان ده اللي حصل. بعد كده التقنيه طبعا ده كانت حدث يعني حصل في العالم. ان ازاي ده يحصل؟ نسب الحمل زمان كانت قليله جدا، مع تقدم النسب زادت قوي. دلوقتي بقى عندنا النسب بتصل 60 و70% لو سن الزوجه صغير. مراكز اطفال الانابيب بقى اللي احنا بنعمله دايما ان نحاول نحط كل حاجه في مركز واحد، يعني الفحوصات بتاعه الزوج، فحوصات الزوجه، ان احنا نجمد الحيوانات المنويه للزوج، بنعمل تجميد للبويضات في بعض الاحيان للزوجه، شل واحتاجه بعد كده، تجميد الاجن، كل الحاجات دي بنقدر ان احنا نعملها، بحيث ان الزوجه لو افرزت عدد اكتر من البويضات او لو سنها كبر مثلا وهي عايزه تخلف بعدين، فيبقى ده عندنا القصه دي بنعملها برضو لكتير جدا من السيدات، بنعمل لهم تخزين للبويضات علشان خاطر لو عايزين يحملوا بعد كده. القصة اللي هو كان بيسألها دلوقتي ان احنا اول حاجة الطبيب بيختار البروتوكول اللي هتمشي عليه المريض. دي الخطوات بقى، دي الخطوات قبل العملية مثلا بالظبط. الطبيب اول ما بيجي له الكابل لازم هو يكون عنده خبرة في اطفال الانابيب والحقن المجهري، يختار لهم البروتوكول اول حاجة. هيمشوا على انهي بروتوكول؟ واحدة مثلا عندها 20 سنة غير واحدة عندها 30 سنة غير واحدة عندها 40 سنة، كل واحدة ليها بروتوكول معين. ممكن حسب مثلا حالتها الصحية برضه، والحالة الصحية عندها مثلا مرض البطانة المهاجرة، غير واحدة عندها مثلا تجاوزات على المبيض، غير واحدة طبيعية خالص، غير واحدة عندها
الا في مخزون المبيض من البويضات. لا انا عارفه كل واحده ليها بروتوكول. المستشفى ده يا دكتور اسماعيل كمان حضرتك عامل يعني معمل كبير جدا، معمل تحليل كبير جدا، فكل حاجه داخل المستشفى، مش هو طبعا تروح اي مكان بره. لا لا هي احنا حاولنا ان احنا نجمع كل التخصصات في مكان واحد، يعني اطباء الذكوره موجودين مع اطباء النساء مع الفحص الوراثي بالنسبه يعني للجنة، كل حاجه موجود تيم ورك، بحيث ان تيم ورك ده بيقدر ان هو يحقق الغرض من اللي احنا عايزينه في الاخر خالص. اللي احنا الهدف ان احنا المريضه اللي بتيجي تلاقي احسن خدمه وتاخد احسن اوتكم، ونقول ان هو احسن اوتكم ان هو تطلع بطفل. وده اللي بنقوله دايما، يعني دايما احنا حتى لما بنقيس السكسس ريت عندنا بنقول التيك هوم بيبي، اللي هي جت وبعد ما حملت اخذت البيبي معاها وهي مروحه، ده اللي هو ده النجاح، ده النجاح هوم بيبي. اه هوم بيبي المفروض كده دايما. طب خطوات يا دكتور التلقيح الصناعي الحقن المجهري بتكون ايه؟ هي طبعا اول ما المريضه بتيجي بيفحصها الطبيب هي والزوج، ويشوف اذا كان في عندهم اي مشاكل، بنبدا نعملها تحاليل اللي هي مخزون المبيض من البويضات، نشوف اذا كان هتستجيب لانهي علاج معين. دوت بيساعد الطبيب على انتقاء البروتوكول المناسب ليهم. بعد كده بيتم ان احنا بنقول المريضه دي هتتجه الاتجاه الفلاني، مثلا بعد ما بتقابل الطبيب اول مره الاستشاري بتبدا ان نحطها في بروتوكول معين، المريضه دي مثلا هتعمل تلقيح صناعي، المريضه دي هتمشي بطريقه طبيعيه لمده شهرين وبعد كده تمشي ببروتوكول تاني وهكذا، نحط خطه العلاج. خطه العلاج دي بيتم وضعها ما بين طبيب الذكوره وما بين طبيب امراض النساء وما بين طبيب المعمل، الحاجه دي كلها خطه العلاج بتتحط. بعد كده بنمشي على خطه العلاج، لو هي محتاجه تعمل تلقيح صناعي، لو هي محتاجه تعمل اطفال انابيب، لو هي محتاجه تعمل حقن مجهري، كل الحاجات ديت بنتفق عليها. بعد كده بتمشي بقى في الخطه. لو هي هتتجه الى اتجاه اطفال الانابيب او الحقن المجهري بنشوف انسب بروتوكول ليها. في بروتوكول اللي هو الطويل اللي هو بنعمل تقليل لنشاط الغده النخاميه، وبعد كده بندي ادويه تنشيط التبويض. كل بقى واحده بتاخد ادويه تنشيط التبويض على حسب احتياجاتها، يعني في واحده بتاخد عدد حقن قليل، يعني عدد الافراط فيها دكتور أكتر. مش صح يعني ان احنا ناخد منشطات كتير. لا ده مش صح خالص، احنا لازم هو الهدف ان احنا نوصل ان احنا نجيب تبويض جيد، يعني عدد جيد من البويضات. يعني زي ما شفتي في الاول خالص لما انا ورينا لويز براون اول طفله اتولدت بويضه واحده بس، لكن لو احنا عملنا كده نسبه الحمل بتقل. فاتجهنا ان احنا نزود العدد علشان خاطر ناخد عدد اكبر من البويضات، بحيث ان احنا نقدر ننتقي عدد افضل من الاجنه، ونقدر ان احنا نرجع الجنين في اليوم الخامس. يعني احنا وصلنا ان احنا بنرجع الجنين في اليوم الخامس، ده افضل، ده معناه ده افضل شيء ان احنا نقدر ننتقي. يعني ديت الصوره هنا لما بنيجي معانا فيديو على الحلقه، ده لما بنيجي نسحب البويضات، ده الشكل لما ساعه سحب البويضات دي بيتم عن طريق المهبل. بيتم طبعا بعد ما بندي ادويه تنشيط التبويض بيتكون عندنا عدد من البويضات. ده السونار اللي هو بيسحب البويضات، ودي شكل البويضه بعد ما بتبقى موجوده، علشان خاطر بعد كده بنحقن، يا اما بنحط البويضات مع الحيوانات المنويه في اطفال الانابيب، يا اما بنعمل زي ما بنعمل هنا اللي هو بنحقن الحيوان المنوي داخل البويضه، ده حقن الحيوان المنوي داخل البويضه. وبعد كده بننتظر لحد ما يحصل اللي هو تكون التو بي ان. تو بي ان معناها تو برو نيوكلياي، ده معناها ان حصل اخصاب في البويضه. الاخصاب دوت بيحصل ان بعد كده بينقسم زي ما شفنا هنا، يصل 16 خليه اللي هو الموريلا، وبعد كده بلاستوسيست اللي هو جنين اليوم الخامس اللي بنرجعه عن طريق عنق الرحم الى داخل الرحم عشان يحصل الحمل. بنرجع دايما اكتر من جنين، يعني ممكن نرجع جنين او جنينين عشان خاطر نزود فرصه حدوث الحمل. في طفره يا دكتور حضرتك في تحديد نوع الجنين. هل فعلا بوسائل الاخصاب المساعد نقدر نحدد نوع الجنين؟ احنا الموضوع ده مهم جدا. احنا تحديد نوع الجنين دوت بقى متوفر عندنا دلوقتي، ومش بس بنحدد نوع الجنين، احنا نقدر نشوف اذا كان في اي امراض وراثيه في الجنين، بحيث ان احنا نتجنب نقل الجنين اللي فيه امراض وراثيه. يعني الموضوع دوت عمل اللي هو بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوز اللي هو اسمه بي جي دي. دوت الهدف منه ايه؟ ان احنا بناخد خليه من معانا فيديو زي ما احنا عندنا هنا، ده صوره من عندنا من المركز. بناخد خليه من الجنين نفسه، الخليه ديت عن طريق ان احنا بنعمل زي فتحه بالليزر، وبناخد العينه ده طبعا متكبر مئات المرات. العينه الخليه اللي احنا بناخدها من الجنين ديت بنقدر ان احنا نفحصها وراثيا، نقدر نعرف كل جنين بعد ما بناخد منه الخليه اذا كان هو ذكر ولا انثى، اذا كان في اي امراض وراثيه ولا لا. لان في امراض وراثيه احنا طبعا نقدر نحدد، افرض مثلا حد عنده بنات وعايز طفل ولد، بنقدر ان احنا نعملها. وفي نفس الوقت ممكن مثلا امراض وراثيه معينه ما بتجيش غير للولاد او ما بتجيش غير للبنات، فنقدر نحدد هنرجع للطفل ايه. يعني مرض زي ديوشان
ماسكولار ديستروفي اللي هو ضمور في العضلات، ضمور في العضلات بيجي للولاد بس. فاحنا ساعتها بيبقى الـ لازم ان احنا نختار بنت بس هي اللي نرجعها. بيعوزوا منك كتير ولاد ولا بنات؟ وده حصل. الاغلبيه طبعا بيبقوا عايزين ولاد علشان خاطر، بس كتير جدا بيبقى محتاجين بنات برضو يعني. قصدي الموضوع ابعد من كده، لان برضو في بعض الامراض الوراثيه اللي احنا بنقدر نختارها، وعندنا دلوقتي حاليا يعني كذا حالات كثيره جدا، اللي احنا من المراكز القليله اللي فيها بنفحص، بنعمل اللي هو الفحص الوراثي المبكر للاجيال دوت. فبالتالي كتير جدا من اللي هم عندهم امراض وراثيه في العيله عارفين ان لو حصل حمل 25% مثلا هيحصل كل مره طفل مصاب بمرض معين، بنقدر نفحصه ونقدر نعرف ان احنا الجنين اللي هيرجع يكون جنين سليم. اوكي، ايه اللي بيميز بقى مستشفى بدايه؟ يعني حضرتك قلت معلومه كده في النص، ان المركز عندكم او مستشفى بدايه بتتميز ان هي بتقدر تعرف الجنين ده فعلا ممكن يكون مشوه او عنده اي امراض وراثيه فبتتفاداه لو مثلا لو في الذكور او البنات. ايه تاني بيميز مستشفى بدايه عن بقيه المراكز اللي لا هو بصي، احنا دايما إيه اول ما بدانا العمل هناك قلنا ان احنا هنعمل حاجه زي طبعا المكان مساعد على الموضوع دوت، مساحه كبيره جدا، مساحه اكتر من 4500 متر مساحه الارض نفسها، وعاملين زي ما نقول جميع التخصصات موجوده، في عيادات موجوده لامراض الذكوره، عيادات لامراض النساء، عيادات لامراض اللي هو الوراثيه تحديد، والمعمل موجود هناك المعمل طبعا، المعمل عاملين معمل وفي جزء بعد ما بيحصل الاخصاب اللي هي تجميد الاجنه، عندنا جزء كبير جدا لتجميد الاجنه. طب دكتور اسماعيل، ايه حضرتك نوري المشاهدين بقى يعني نروح نشوف تقرير نوريهم بقى المستشفى ان شاء الله كده تعجبكم الصرحة. ايوه المنتجع، يلا نروح نشوف ونرجع مره ثانيه. هنا بقى مهمة جدا، هنا بيتم جهاز الحقن المجهري. طبعا بعد ما جهاز الحقن المجهري عندنا هنا جهاز الليزر اللي بيتم بيه اخذ عينة من الجنين عشان تحديد جنس المولود او تحديد لو كان في اي امراض وراثية في الجنين. طبعا احنا هنا في اهم مكان في مركز اطفال الانابيب، وهو معمل اطفال الانابيب والحقن المجهري. وازاي ان لازم المعمل دوت يكون موصل بغرفتين عمليات، يعني عندنا هنا هو غرفة عمليات وعندنا هنا غرفة عمليات تانية وفي غرفة عمليات تالتة موجودة، والمعمل موصل بالغرف العمليات ديت عشان لما يحصل سحب البويضات، البويضات على طول بتخش عند اللامينر فلو. عندنا هنا ده جهاز اللامينر فلو، وجهاز اللامينر فلو دوت زي ما قلنا دوت بيعمل بكفاءة جيدة جدا، لان دوت بيحاول ان احنا نماثل بيئة الجسم، فبينقي الهواء اللي نازل من هو ده كله هواء نقي جدا، وفي نفس الوقت درجة الحرارة اللي موجودة ديت هي درجة الحرارة مماثلة لدرجة جسم الإنسان، وبالتالي البيئة المماثلة لجسم الإنسان دي بتساعد على ان احنا ننتقي البويضات جيدة. البويضات بتجيلنا لما بيتم سحب البويضات، بتيجي من المكان دوت، من المكان غرفة العمليات بتيجي، بنقدر ان احنا نبص عليها تحت الميجر هنا اهوت تحت اللامينر فلو، ولازم نبقى عارفين ان احنا دايما عند اللامينر فلو دوت بنحاول نماثل بيئة الجسم. نيجي برضو لأهم حاجة في معمل الأجنة هي الحضانات، والحضانات اللي عندنا هنا أحدث حضانات اللي هي بنش توب انكيبيترز، والبنش توب انكيبيترز دولت أحدث حضانات ثلاثية الغازات. الحضانة هي المكان اللي بيوضع فيه الجنين علشان خاطر بينمو، فبالتالي درجة الحرارة بتكون متظبطة على جسم الإنسان بالظبط، وكذلك مستوى الغازات اللي موجودة ومستوى الـ pH. هنا بقى مكان اللي هو حفظ العينات المجمدة، سواء سائل منوي، سواء بويضات، سواء أجنة. احنا دايما زي ما قلنا ان احنا في بعض الأحيان بيبقى عندنا فائض من الأجنة، فائض من الأجنة ده بيتم تجميده عن طريق حاجة اسمها زمان كنا بنعملها اسمها slow freezing، دلوقتي بقت عن طريق الفيتريفيكيشن، وبيتم بقى حفظ العينات في التنكات اللي موجودة قدامنا ديت بسائل اللي هو النيتروجين او الليكويد نيتروجين اللي موجود داخل التنكات ديت، وكل تنك دوت بيتم بدقه شديده ان احنا بنحط الاستروز اللي فيها الاجنه، او اذا كنا بنجمد الحيوانات المنويه، او في بعض الاحيان بنجمد البويضات، ودي حاجه حديثه جدا، وبيتم التجميد دوت عن طريق ان احنا بنعملها بطريقه اسمها الفيتريفيكيشن، دي طريقه حديثه بقينا نعملها دلوقتي وجايبه نتائج جيده جدا
بالعكس دلوقتي احنا بقينا ان احنا نشوف ان ساعات بنقول ان نتيجة الفروزن امبريوز او الاجنة المجمدة في بعض الاحيان بتكون افضل من الاجنة الفريش. طبعا احنا شفنا المستشفى بجد صرح منتجع كبير. ولا انا رحتها عن نفسي انت شفتها في التقرير عامله ازاي؟ صرح كبير جدا. بنشكر الدكتور اسماعيل على الصرح الكبير ده. وبكده بتكون انتهت فقرتنا، اتكلمنا فيها عن الامل الكبير في وسائل الاخصاب المساعد. بجد في امل، بجد في مستشفيات كبيره زي مستشفى بدايه موجودين هنا في مصر بتستقبلكم وبتخلي الامل ونسب النجاح اكبر بكتير. اكيد يا احمد، مستشفى بجد تشرف ان هي موجوده في مصر، بتشابه او بتضايق مستشفيات كبيره جدا في دول عربيه كبيره ودول اوروبيه. بشكر حضرتك جدا دكتور اسماعيل ونورتنا في الاستوديو. انت كنت مستقبلنا احلى استقبال بصراحه في المستشفى. احنا قلنا ان لازم نعوض كده نجيب حضرتك في الاستوديو. ميرسي جدا يا دكتور، كان منورنا النهارده في الاستوديو الاسم الكبير والقيمه والقامه العلميه استاذ دكتور اسماعيل ابو الفتوح، استاذ امراض النساء وتوليد بطب القصر العيني. وزي ما احمد قال لكم كده خلصت فقراتنا. سنونا ان شاء الله كل يوم احنا معاكم من السبت الخميس من واحدة حتى ثانية ظهرا. ما تنسوش الإعادة من الواحدة صباحا وأيضا من السابعة صباحا. إلى اللقاء.